المباركة هنا من خلال هذه البداية. مرمرة، هذبة، لجين، قمرية، ضوء لهجن العاصفة وشعارها. هناك شراعه، كتارة، محبة، شيء ترهونه، والداودية لهجن الشحانية، كذلك الذيبة، نهب، اكسيورة، والوارية لهجن الرياسة. هناك شودة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم الراشد المكتوم، وكذلك احتفال لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان. هذه الأسماء التي انطلقت هنا في هذا الاندفاع، في هذا التواصل، في هذه اللحظة. السيف يعد أول كيلومتر من أمتاره في منافسة الكبار، منافسة التحدي، منافسة الانطلاق على أرضية هذا الميدان، تحفة ميادين السباقات. يدخل التاريخ من هذا الشوط، التاريخي في معناه، التاريخي في مشاركته، التاريخي في قوته، من خلال كل الأسماء القادمة هنا. كل يتحدث عن نفسه، كل ينظر إلى عنوانه، كل يتابع قوته في هذه المشاركة. مباشرة إلى مقدمة الشوط، ومن تقود المركز الأول في هذه اللحظات. هذبة، وهي هذبة على المقدمة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير في الصدارة، بينما المركز الثاني نعود مع لجين في المركز الثاني لهجن العاصفة، وحمد بن راشد بن غدير أيضا يقدم هذه الانطلاقة الثانية، بينما المركز الثالث أعود إلى الثالث وأرى شيء لهجن الشحانية، وسالم بن فاران المري يتواجد مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع في هذا الانطلاق ضو وصلت للمركز الرابع لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الخامس قمرية على المركز الخامس أيضا بشعار هجن العاصفة، وحمد بن راشد بن غدير ينطلق مع هذه الأسماء، ينطلق مع هذه التحديات، ينطلق مع هذه الاندفاعات على أرضية هذا الميدان. هذه الأسماء الأولى التي تبدأ في هذا الشوط، تنتظر التنافس، تنتظر هنا مع هذه البداية الأولى. سيف الإمارات المميز، سيف الإمارات، الاسم غالي والشوط غالي والموقع غالي، هو ميدان المرموم، تحفة الميادين. هنا يحلو بالحضور الكريم، يحلو بالتنافس الشريف، يحلو بالانطلاق القوي في هذه الرياضة العربية الأصيلة. الله الله الله، شوطنا خاتمة الأشواط، شوطنا الذي ينطلق في هذه اللحظة، حينما تسارعت هنا، تسارعت الخطوات في بدايته لتنقل هذه المقدمة إلى الصدارة والبداية الأولى. لا تزال الصدارة هذبة، لا تزال المقدمة هذبة، هذبة لهجن العاصفة تقود المركز الأول. الواثق حمد بن راشد بن غدير يقدمها كعادتها دائما في بداية الشوط في هذا الانطلاق القوي والمثير. المركز الثاني، نذهب إلى لجين في المركز الثاني. هذا المعدن النفيس، هذه النفيسة الغالية، هي لجين في المركز الثاني بشعار العاصفة وهجنها في هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث العملاقة ضوء على المركز الثالث لهجن العاصفة، وحمد بن راشد بن غدير أيضا هو المقدم لهذه الأسماء، بينما المركز الرابع قمرية على المركز الرابع هنا لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير في هذه الانطلاقة الرباعية، في هذا الحرص الكبير على مقدمة هذا الشوط. الحرص على السيف، أن يبقى السيف هنا، يبقى السيف هنا، تنطلق من خلال هذه الشعارات المتميزة، ولكن التنافس رباعي، المقدمة رباعية، التحدي رباعي، السير رباعي، بينما المركز الخامس أتابع تدخل شراعه في هذا الانطلاق لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيب العملاق. العملاق يقدم أسماءه، يقدم أيضا عنوانه، يقدم الشعار الأدعم بشكله المميز من خلال مشاركاته السابقة، والتي تحمل كل الإثارة، كل الاندفاع،
كل الانطلاق، أربعة أسماء أو خمسة هي من تقود هذه البداية، سكان المقدمة الأوائل في هذا الانطلاق، أين موقع المنافسة الآن؟ منتصف المسافة، من يتابعنا عبر الأقمار الصناعية ومن يذهب معنا مع الجي بي اس أيضا يتابع الموقع هنا، كيف يكون؟ كيف هي الصدارة؟ كيف هي الرباعية على مقدمة هذا الشوط العملاق، الشوط التاريخي؟ المقدمة هذبة، هذبة على مقدمة هذا الشوط، لم تغير الموقع، لم تغير المسار، لم تغير المكان، هي في المقدمة، هي هناك عاصفية، هي متواجدة على المقدمة، حمدانية اللون والشعار في المقدمة والصدارة، لجين على المركز الثاني في هذا التنافس المثير، وهي لجين تحرس مقدمة هذا الشوط هناك مع هذبة على الانطلاق والتواصل، والواثق أيضا يراقب بعين الدقة والخبرة ما يدور في هذا الشوط، ضوء العملاقة متواجدة، ضوء هي بالفعل، ضوء الإنجازات وصلت هنا تشعل هذه المقدمة وتنير مقدمة هذا الشوط الكبير، ضوء لهجن العاصفة، والواثق أيضا في هذا الانطلاق وقمرية تنضم رابعا تشكل أربع ما شاء الله على مقدمة هذا الشوط في حماية وحراسة لهذا السيف الغالي، سيف الإمارات، سيف التحدي والتنافس، سيف غالي باسمه ومنافسته، وصلت هنا في المركز الخامس، شراع وتصل في المركز الخامس من خلال هذه الانطلاقة وهذه التحديات لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي، يا سلام، وهناك على المركز الخامس ما شاء الله، إذن هنا متواجدة هذه الأسماء، متواجدة هذه التحديات، متواجدة هذه الانطلاقات، أين اقتربنا؟ أين وصلنا؟ عد يا من تعد، عد يا من تريد أن تعرف الموقع بالذات، الموقع أين يكون، التحدي كيف يسير، الانطلاق كيف يحمل هذا المسار المميز، هذه الإثارة القوية هنا في لحظات البداية، لحظات المسار، هنا ننطلق مع هذه اللحظة، نسير ونتابع، نتابع 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 في كيلو الغابات، حيث هنا دخلنا بوابة الانتصارات، دخلنا البوابة، بوابة النصر الكبير، الثلاثة كيلومترات التي تبدأ من خلال هذه الانطلاقة وهذا المسار، الله 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 الله، اشتدي أيتها المنافسة، يا سلام يا سلام، يتجول يتجول السيف، يتجول السيف، ينطلق السيف، يتجول هنا بين العاصفة وبين الشحانية في منافسة قوية من خلال هذا المسار، هذه البداية الأولى في لحظات المتابعة للتقدم إلى المقدمة، الله 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 الله، 2 كيلو أخيرة، 2 كيلو أخيرة، هنا البوابة للعبور، البوابة للتنافس، البوابة للسير في هذا الانطلاق ما شاء الله، هنا كيلو وين الله، بدأت البوارج العملاقة، بدأت الطائرات القوية هنا تنطلق في هذه اللحظة مع هذا المسار، بدأنا نحرك، بدأنا نحرك، بدأنا نطالع، تقدمت تقدم الضوء، ضوء المركز الأول، ضوء في ضوء، أشعلت الضوء، أشعلت النار، أشعلت الانطلاق، أشعلت البداية، ضوء 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 على المركز الأول، ضوء في ضوء، ما شاء الله تبارك الله، هو في هذه اللحظة ضوء التي تقود مقدمة هذا الشوط مع هذه المنافسة القوية في المركز الأول، تليها شراعو في المركز الثاني، شحانية هي شحانية في المركز الثاني، بينما المركز الثالث يذهب المركز الثالث الداودية العملاقة الداودية لهجن الشحانية وسالم بفران المري، الله الله، شراعو أدى، وصلت قسيورة، وصلت قسيورة بالشعار الأحمر الخطر، بالشعار الأخمر، كتارة تنضم إلى المركز الخامس، إلى المركز الخامس، بدأت الآن في رحلة البحث مع النهاية، مع اللحظة الأخيرة، الكيلومتر الأخير، يفتح الأبواب، يفتح الأبواب، الكيلومتر الأخير، السيف على بعد كيلو، السيف هناك، السيف هناك، ينطلق مع هذا الاندفاع، ما شاء الله، تبارك الله، ما شاء الله، بدأ التحرك، بدأ الانطلاق،
بدأ الكل هنا يحمل هذه الانطلاقة القوية، يحمل هذه البداية. الله 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 الله، شوط القوة، سيف الإمارات، سيف الإمارات على مقدمة هذا الشوط من خلال هذه البداية الأولى. الله 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 الله، من يتابع، من يبدأ، من يقترب، الكل يقترب، الكل يقترب، الكل يتابع. شراعو شراعو اكسيبري، شراعو اكسيبري، ما شاء الله ما شاء الله، على المقدمة، على البداية. ضو ضو ضو، لا تزال في التنافس، ضو ضو تقود المركز الأول، ضو ما تقبل، ضو بالصوغان ما تقبل، بالصوغان، ضو ضو على المقدمة، ضو عاصفية عاصفية شحانية، عاصفية شحانية، انطلاقة ما شاء الله متميزة في هذا الاندفاع. ضو ضو الشحانية، ضو ضو كتارو كتار كتار كتار، يا سلام يا سلام يا سلام، ضو ضو احبسيه يا الانفاس، تابعي هذا الشوط، ضو ضو هنا، واكسيوري تقدمت، اكسيوري تقدمت، ضو اكسيوري، ضو اكسيوري، ضو 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 بالمقدمة، ضو حمدانية، ضو 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 السيف، ضو السيف، ضو السيف، السيف حمداني، حمداني سيف، حمداني سيف، حمداني حمداني هو السيف. يا سلام، ضوء العملاقة، ضوء تطير بهذا السيف الغالي، تنافس مثير، اندفاع مثير، تهنئة مثيرة. الله الله الله، لا يصمد إلا الكبير، لا تصمد إلا الكبار في هذه الانطلاقة. السلالة الصوغانية، سلالة حشيم على المقدمة، رغم الضغط تفوز، تتفوق مع هذا. إذن هنا المقدمة، البداية، خط النهاية، يحتفل في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، نعيد خط النهاية، نعيد المنافسة، كسور وضو، كسور وضو، ولكن ضو خاتمة هذا الشوط. 12 دقيقة 17 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال، ليلة عاصفية، ختام عاصفي، ختام التحدي والإثارة في هذا المسار ما شاء الله، مع النهاية هنا. ضو مع المركز الأول، المركز الثاني كسور، 12 دقيقة 17 ثانية وجزئين من الثانية في لحظة النهاية السعيدة لهذه الانطلاقات. الله 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 الله، والمركز الثالث ذهب إلى الداودية لهجن الشحانية، تهانينا والناموس، 12 دقيقة 17 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية، تهانينا سالم بن فاران المري. المنصة هنا تنتظر التتويج، تنتظر لحظات الانطلاق، لحظات الاندفاع، لحظات انطلاق هذا الشوط، لحظات الوصول إلى هذا الشوط الذي يبدأ من خلال المسار.